ولد عنده 10 سنين، عنده سيكل سيل انيميا، جايب رايت هايبوكوندريال كوليكي ابدومينال بين. At the time of surgery, multiple dark black stones are found within the gallbladder. These stones are composed of which is one of the following substances. طالما dark black تبقى اللي هي بنسميها pigmented gallstones يبقى بيلروبين. عندك أقوال أخرى؟ لا لا، ما هو اصلا سيكل سيل انيميا، يعني يعني مش محتاجين نكمل. اي هيموليتيك انيميا خلاص بقى. يلا. برضه نفس الواد عنده 10 سنين قاعد ورابط الحزام في الباك سيت، بعدين عملوا حادثة، بس هو كويس اويك واليرت وهيمو ديناميكال ستيبل. الحمد لله. عنده بقى ابدومينال بين وايكيموزيس مكان طبعا البلت، ماشي. ايه الفولوينج بيست نيكست ستيب؟ وزاوت اني اذر، لا طبعا دي اول واحده غلط. هنتشارج لو الاميليز نورمال، لا مش ماشي معاها. لو الابدومينال بلين فيلمز كانت نيجاتيف من البريزنس اوف فري اير، السي تي نيجاتيف observe him. طيب احنا عندنا يعني ايه شوية ليفلز كده. اول واحد ان احنا همشيه من غير ما نعمل له حاجة، ونقعد نتدرج بالصعوبة لحد ما في الاخر ان احنا كده كده هنقعده حتى لو الريزلتس نيجاتيف. اللي في الاخيرة دي ما بتحصلش الا في المخ، يعني ماشي. دي الحاجة الوحيدة، دي المنطقة الوحيدة اللي بنشوف فيها الحركة الوسخة دي. سوري سوري. الاميليز عمري ما عرفت ان هو يستخدم في سياق التروما. احنا في التروما بنصور يعني. بص هقول لك على حاجة. طب هو انت طبعا احنا بنبدا بالاكس راي، بس انا مش همشيه على الاكس راي، فهمشيه بعد سي تي سكان. حتة سيت بيلت دي بترنج عندك اي بل بتخليك اي حاجة كده تيجي في ذهنك على طول؟ سيت بيلت في ولد صغير؟ ما أنا عارف إنها بتعمل مشاكل. لا انا عندي، انا اقصد هل في نوع معين من المشاكل بيبوب؟ أيوه بس أنا مش فاكر إيه، بس أنا فاكر إن أنا هي، على ما أذكر بانكرياتيتس. أنا برضو أنا دي اللي كانت عمالة تيجي في دماغي كده شوية. عشان كده موضوع الأميليز is actually good، يعني is a good choice. طب أنت عارف إن الأمينيز ده أصلا يعني، Non specific، I know. اللايبيز هو الأهم. لا يعني هو بقى داخل في، يعني احنا ممكن نزود الانترستانال، انترستانال بيرفوريشن، اي بيرفوريشن في الدنيا دي صح. كلها هيعمل الاميليز. يعني هو حلو، بس انا بقول لك انا ما شفتش الاميليز بيستخدم في سياق التروما يعني. اوكي. فاحنا دلوقتي حاسس ان انا، ولو ان يعني ان دي لونج شوت قوي، بس هختار ان هو هيحصل له ديسشارج لو السي تي نيجاتيف. ماشي. انا بقول حتة سي تي اوفر شوية، ممكن جاست اكس هي راي. اوفر، انا حاسس انها اوفر بس هي مش عارف. هن كده كده هن اوبزرف ريجاردلس اوف نيم. خلاص واضح ان واخدين الموضوع على صدرهم جامد. قال لك نيورو بقى مش نيورو، الواد هيقعد محدش هيروح. ماشي. Which is the following is the best treatment for a diabetic patient on regular metformin? However, he came to the clinic hemoglobin A1C 7.7. طبعا احنا اعلى، يعني اخرنا في ال A1C لحد 5.6، ف 7.7 ده عالي، فواضح ان الميتفورمين مش كفايه. هنعمل ايه بقى؟ نكمله لوحده؟ لا، انسولين، ليسبرو ولا ريجولار ولا جلارجين ولا اكزينيتايد. احنا ممكن نبدا بسكند اورال هايبوجلايسيميك، ولو السكند اورال مع الميتفورمين فشل نتحول لانسولين بقى على حسب الرجيم، 70 30 50 50 ايا كان. أنا معاك الكلام ده. اوكي. يا اخيرا ظهروا الاي سي جي. يلا يا اسطى اتريال فايبريليشن يا عم. ابدع. هو اصلا بيقول لك الاي سي جي شوت اتريال فلاتر. لا هو فايبريليشن. ماشي. هو لا، ما هو 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 فلاتر. لان ممكن تمشي بي ويف يعني.
هي لا هي مش على بي، الاثنين ما فيهمش بهات يا معلم. هي بس صح الفكره ان الريت، ان الريزم مش منتظم. ماشي. طيب هتعمل ايه في ايه؟ هي على فكرة مش فارقة في المانجمنت، كده كده هتعمل ايه؟ اديله لابيتالوز. ماشي، هو ده اللي بص انا هو اعرفه، الاتريال ده اللي انا فايبريليشن، اعرفه، ده اللي انا اعرفه. هما هنا بياخدوا الاميودارون للاتريال فلاتر لو ستيبل. انا مش عارف هذا ليه، اللي انا درسته، اللي انا درسته في سنة خمسة مع شيف لوارن، الاثنين زي بعض انا في زيك الحتة كده دي. والله، ده اللي قلته وده اللي قلته في الامتحانات اللي فاتت. الاثنين تيبيكال زي بعض في المانجمنت، اكيوت زي الكرونيك، مفيش اي اختلاف. بيتا بلوكر كاسب بيتا بلوكر، كاريت كنترول ممكن ياخد ريزم كنترول بعدها، وفي الكرونيك بقى تريتمنت على حسب بقى بعد ما تعمل تي تي اي وتشوف الجلطه موجوده ولا الى اخره. بس هما بياخدوا الاميودارون. هنشوف كده، شوف شوف، بص بص شوف الحركه دي. تيتني ماي، اوكي انا مش مقتنع وشريف مش مقتنع. هندور على حد تالت ونبقى خلاص نقفلها كده. تيتني ماي اوكير ان اول اوف ذا فولوينج اكسبت هايبوباراثيرويديزم، ماشي، هايبر ماجنيزيميا، ممكن هايبو، مش عارف، الكالوزيس يعمل هايبوكالسيميا، يعمل تيتني، فيتامين دي ديفيشنسي يعمل لو كالسيوم ليفل، انا بقول هايبر ماجنيزيميا. ثواني. ماشي خد راحته، باراثيرويد لو قل يبقى الهايبو، بص مثلا هيقل، الهايبو باراثيروديزم يبقى ممكن يكون سكندري. ايوه يعمل ايه؟ هو ممكن يكون الكالسيوم، يعني هيعمل هو هايبوكالسيميا. هو في اي مجال ان الكالسيوم يكون عالي ويقوم عامل نيجاتيف فيدباك فيحصل هايبوباراثيرويديزم. بص هو انت راجل محترم، ليه بقى؟ لان انت عايز تعرف الهايبوباراثيرويديزم دي برايمري ولا سكندري. بس هو طالما ما تكلمش ما تفكرش في السكندري، ما يعني انا هو مش عارف اختار كالسيوم حاجه اصلا عالي على فكره. فعمل الهايبر فعمل فيدباك وقلل الباراثيرويد. سوري 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 الهايبر ماجنيزيميا صح، عشان انا فكرتها في الاول هايبو ماجنيزيميا عشان انا عارف ان ماشي اوكي يلا. complication of diverticulitis هتعمل ايه؟ مش هتعمل كانسر، ممكن تعمل extra intestinal manifestation، ممكن تعمل fistula، ممكن تعمل arteriovenous sclerosing. نختار الفيستولا. فيستلا هي ادرا تعمل فيستلا، انما الباقيين كلهم لا. اي من هذه الاشياء الاتيه اكسبشن للانفورمد كونسنت، ثيرابيوتيك بريفليج ممكن، 20 year old pay. السؤال العره ده كان جاء قبل كده وبعدين لا، انا يعني انا مش فاهم يعني ايه. لا لا سوري، مش هو اللي جاب لي كده، كان في سؤال مكتوب غلط وكان مضايقني جدا. المهم الثيربيوتيك بريفليج، ولا ان هو يكون عنده 20 سنه ولا يكون عنده 50، السن ملوش علاقه طبعا، عمره ما يكون اكسبشن. تو بروتكت بيشنت اوتونومي لا، وي تو فور بيشنتس كونفيدنشاليتي لا. هي في حاجه اسمها الثيربيوتيك بريفليج، يعني ايه اكسبشن للانفورمد كونسنت؟ أنا ممكن أختار الأخيرة. ان انت هتحافظ على السرية بتاعته، فده مش محتاجة كونسنت يعني. هو سؤال غبي صراحة. انت عارف يعني ايه exception informed consent؟ يعني مش محتاج تاخد informal consent عشان تعمل كده. لا انا بقول therapeutic privilege. أنا مش فاهمها أصلا. ما هو يعني ايه therapeutic privilege؟ انت دي بيستخدموها في حالات انت مش هتصدق، دي اللي انت كنت كتبت بوست عنها. والله اللي هو لو حد كبير عنده تيرمينال كانسر مثلا، وبعدين لو عرف الخبر ممكن يتدهور اكتر، والكلام ده انت عرفته من الريلاتيفز مثلا زي ابن او ابنة او حاجة زي كده، حد مقرب، فانت
عايز تعمل عملية ميجر مثلا وعايز كونسنت، فانت ممكن اكسبشن للانفورم كونسنت. انفورم كونسنت يعني البيشنت يكون عارف، انت مش هتعرفه. ليه بقى؟ لاجل الثيرابيوتيك بريفليج، يعني لاجل مصلحته هو الشخصيه. بس دي بتطبق في حالات يعني لابد ان هي تكون مدروسه كويس جدا، وتكون يعني واضح ان هو فعلا لو عرف عن طريق، لو جيت قلت له انا عايز منك كونسنت، فيقول لك انفورمد، يعني لازم يبقى عارف انت هتعملها ليه وهتعملها ازاي. و طبعا لو عرف التفاصيل دي هيدخل في مشكله اكبر من انك اصلا تعمل له حاجه بدون كونسنت. يلا راجل عنده 55 سنة، عنده سفير هيدك بعد هيد تروما، عمل سي تي لقى كريسنتك باتر، كريسنتك باتر سب ديورال. تمام. طب من باب بس الايه، ان احنا نظبط المعلومات للناس، الاي بي دورال تيجي بايه الباترن بتاعه؟ بكونفكس ماشي، لينس، لينس يعني لينس شيبد او كونفكس. ماشي، سب اراكنويد هيمرج. بيجي الهيمرج داخل بسبايكس جوه السلكاي كده، تمام، جوه انترا يعني جوه سي اس اف نفسه. ممكن يخش جوه الفنتركلز ويعمل حاجة اسمها السيدمنت. تمام، العيان بيكون نايم، فبتلاقي اللي هو بيبقى هو هايبر دينس، بيبقى لونه ابيض تمام، بلاد، كل ده لون ابيض. اه فتلاقي فتلاقي تحت في الليفل بتاع الفنتركلز كأنها الأواني المستطرقة، في حتت بيضة اللي فيهم كلهم كده، في طيب، سدم والانترا سريبرال ملهوش شكل بس غالبا أوفال، يعني بيبقى حاجة فوكال كده جوه البرين نفسه، حاجة هلامية مش واضحة. ملهاش بالضرورة شكل معين يعني. الديفيوز نعم اكزونال انجري معرفتهاش. دي هي دي الكونكشن يعني أو دي اللي الكونتيوجن؟ بتشوفها في حالات الخبطة، ممكن تعمل كونكشن الكونتيوجن اسكيميا. اه، ودي بتحصل كمايكرو بيبقى لونها اسود، مايكرو لونها اسود. هيمرجز ما بين الجراي والوايت، اللي يسموه جراي وايت اريا، يعني لونها ابيض برضو صح؟ لونها ابيض برضه بس بتبقى مايكرو صغيره خالص وكتار، مايكرو هيمرجز. واحد عنده 34 سنه و 3 children، يبقى واحده بقى. في الغالب 3 children use an intrauterine device for contraception. She presents with regular menstrual cycles at intervals anywhere من 33 ل 90 يوم. ماشي، menstrual flows usually heavy and she has noted increasing hirsutism. Medication most suitable for her is ABA. طيب regular cycles مع hirsutism يبقى PCOS في الغالب، أو يعني في الغالب PCOS. The medication في حاجات كتير بس يعني في الغالب PCOS. The medication most suitable يبقى كلوميفين ستريت، ده already حلو. Combined oral contraceptives، الكلوميفين ده نستخدمه لو هي عايزة تخلف، هي already عندها 3، ده حلو. Combined oral contraceptives. Anti prostaglandin لا. Endometrial sampling لا، عشان الهيرسيتيزم. None of the above. أنا هاخد الكومبايند أورال كونتراسيبتس ليه؟ عشان هتظبط لها السايكلز، ممكن تظبط الهيرسيتيزم. ماشي. ولو لو الهيرسيتيزم ما ظبطش معاها، ممكن نزود انتي اندروجينيك. اوكي، أبطال الجمهورية عدد. يلا بطل الجمهورية. طب ايه؟ ايه يلا لا، فكر. ما احنا لازم نحلها، ما احنا لازم نحلها يعني، طب كل بسرعة مرة هنعمل كده يعني. بسرعة بسرعة. معاك دقيقة. لا خلاص. معاك دقيقة من بعد ما تقرأ. طيب بص، احنا هنقول حاجات عامة ومش هنحسب الارقام. خلاص ماشي اوكي يلا. اقرأ اخر سؤال. ايه which of the following percentage represent how well the test rules out cancer. ده معناه ان هو عايز حاجه تقول out cancer، يعني ماشي، يكون sensitive not specific. لا انا بقول ان هو how will the test rules out cancer، يقصد بيها هنا sensitive عايز يحسب a negative predictive value. انت عارف ده معناه ايه يا مصر؟ how will وليس how sensitive.
لا لا لا، عارف معنى ايه ان احنا ما نتفقش على اجابه في سؤال زي ده؟ معناه ايه يا اسطى؟ يعني لازم نحسبهم بالارقام عشان لما نشوف الرقم اللي طلع نعرف احنا حسبنا ايه خلاص لا واحد. حس كده، هقول لك على حاجه، انا هعمل pause للريكورد because this will take time ومش لازم ينزل ايوه في الفيديو، and هنجي لكم اللي بعده. بعد ما نكون عملنا بتاع ده على طول. طب يا جماعه عودا حميدا بعد الدقائق، و عملنا 2 باي 2 تيبل وحسبنا السنسيتيفيتي والنيجاتيف بريدكتيف فاليو. فطبعا يعني مش عارف هتشوفه ولا لا، بس هو ال 2 باي 2 تيبل هيبقى في الاخير حاجه شبيهه بكده، وحسبناها فالسنسيتيفيتي طلعت 6 من 10 والنيجاتيف بريدكتيف فاليو طلعت 9 من 10، فشريف طلع صح. و ماشي، لان كلمه ان التست يرول اوت ذا ديزيز ده طبعا معناه سنسيتيفيتي. انا ما اعرفش هي لفت معايا ازاي. برافو يا شيكو، عشان انا اصلا يعني كان مشهور اصلا كمان نيمونيك اللي هي سناوت وسبين، عارف اللي هو اس ان اوت، اللي هو السنسيتيف تيست رولز اوت، انما أها. السبيسيفيك تيست رولز ان. ما اعرفش كل ده راح ازاي. الحمد لله انا خلصت امتحاناتي. الحمد لله جبت سكوراتي، المهم بقى تولع الحمد لله. الاستاتستيك. ناخد المهم ان انا في حد كتب بوست النهارده على الجروب يقول ان الامتحان هيبقى 50-50 يعني. I think this is safe and fair بحكم ان احنا يعني اتحط الدفعة مرت بظروف يعني استثنائية اعتقد. اه صح، احنا مش محتاجين سكورات قوي يعني، محتاجين ننجح.